لدخول سنارة في الخانة الأولى، وانطلقت الجياد والأفراس على بركة الله تعالى من علامة 1800 متر في شوطنا الثالث على جائزة فرحان السعود من أهالي الرياض رحمه الله، وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. والتقدم يأتي الآن من حوران شجران، وكذلك المحاولات هنا للدخول من أبرق نجد، والتقدم لهوام بقيادة روبرتو بيريز. وأبرق نجد الآن يحاول الظفر بالمرتبة الأولى، والمحاولات مستمرة من أبرق نجد للحاق بهوام. وكوكبان يأتي في المرتبة الثالثة، هوام في المرتبة الأولى بقيادة روبرتو بيريز، والمحاولات كذلك من أبرق نجد الآن، هوام من الخارج، أبرق نجد من الداخل، والمحاولة تأتي كذلك من بقية الجياد والأفراس المشاركة للتنافس. كوكبان في المرتبة الثالثة، والمرتبة الأولى الآن لهوام مع الاقتراب من المنعطف الأخير مع بداية الخط المستقيم. هوام لأبناء صائل المطيري في المقدمة مع محاولات من أبرق نجد، والمحاولات تأتي من فخر القصيم الآن، وكذلك الأفلج للدخول والتنافس. الأفلج يتقدم الآن، الأفلج يتقدم الآن عن بقية الجياد والأفراس المشاركة معنا. الأفلج يتقدم، والتقدم يأتي من الأفلج الآن، ما شاء الله تبارك الله، مع محاولات من فخر القصيم. الأفلج فخر القصيم وكوكبان، إذن الأفلج بكل قوة ينتزع